نعم زملاء، أجدد لكم التحية هنا مباشرة عبر هذه التغطية المباشرة والمشتركة لننقل جانبا من ما يدور هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء. وبالتأكيد مثل ما تفضلتم الزملاء، بالتأكيد دولة الإمارات ورحلتها في عالم وقطاع الفضاء مستمرة وطموحات لا تنتهي. هناك سبر أغوار هذا الفضاء سواء برحلات مأهولة وغير مأهولة، واليوم دولة الإمارات أيضا على عتبة مشارف جديدة لاستكشافات جديدة في قطاع الفضاء. لكن لربما نتساءل عن جهود هذا الفريق. ينضم إلي هنا سعادة سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يعطيكم العافية. وبالتأكيد الأنظار اليوم إلى دولة الإمارات حول هذه المهمة. سعادتك بداية، ما هي الآمال المعقودة من النواحي العلمية لهذه المهمة؟ شكرا أول شيء على الاستضافة. طبعا هي بالنسبة لنا مهمة كبيرة، لأن عندنا تعاون دولي مع دول كثيرة، عندنا تقريبا 10 دول ويانا على المهمة العلمية نفسها. التركيز اليوم على تربة القمر في منطقة جديدة أول مرة ننزل فيها، فاليوم مثل ما تقول إذا شفنا شيء ما شفناه قبل، وعندنا نحن كاميرات دقيقة بتاخذ عينات من التربة هذه، هاي بالنسبة لنا بتعطينا نتائج علمية إيجابية. بالتأكيد ربما أيضا حتى المسبار هناك مميزات جميلة متفردة كرحلة استكشافية، ما أهم يميز هذا المستكشف؟ والله المستكشف هذا يعتبر من أصغر مستكشفات في تاريخ النزول على سطح القمر. عادة المستكشفات تكون كبيرة، بالنسبة لنا في الإمارات قدرنا نصغر التقنية هذه، صناعة إماراتية 100% تصميم هني في المركز بجهود الفريق، تقريبا 50 مهندس اشتغلوا على المشروع هذا لمدة 5 سنوات، وصلوا حجم المستكشف إلى 10 كيلو وأكثر عن 6 تجارب علمية أو كاميرات علمية على 10 كيلو هذه. فبالنسبة لنا كمستكشف بهذا الحجم بالمهمة العلمية الكبيرة هذه، هذا إنجاز بالنسبة لنا. باختصار المراحل، ربما هي مراحل عديدة، ما بقي من المراحل لهذا المشروع؟ طبعا الحين في المرحله النهائيه ان شاء الله، هي نزول مثل ما تقول مركبه النزول اليابانيه على سطح القمر، تقريبا باقي لها ربع ساعه نشوف من هني. اذا ان شاء الله نجحت ونزلت بنجاح، عندنا تقريبا من يوم الى يومين تاكد من كل الانظمه في المستكشف راشد وايضا في مركبه الهبوط اليابانيه. بعد ذلك طبعا نقوم بعمليه انزال المستكشف على سطح القمر ونتاكد من كل الانظمه، وبعد ذلك التشغيل يكون من الغرفه هذه لمدة المهمة نفسها، والتحكم بالمستكشف والتحرك على سطح القمر، وطبعا أخذ العينات المختلفة بالكاميرات المختلفة إن شاء الله. سعادتك سؤالي الأخير حتى لا نشغلك أيضا، نجد اليوم إحنا فخورين اليوم ما تحقق على أرض الواقع وجود هذه الكوكبة، فريق عمل متجانس ومتكامل. تحدثنا عن فريق استكشاف القمر. والله بالنسبة لنا هذا أهم شيء، يعني اليوم شيوخنا طبعا كدعم ما يقصرون، ودائما يوم الشيوخ يزورونا هني وأصحاب السمو يتكلمون عن أهم إنجاز الشباب نفسهم. فاليوم الناس وايد يسألوني يعني شو إذا ما وصلت وشو بيستوي شو نسبة النجاح، أنا أقول لهم في الوقت الحالي أنا أعتبر كمركز نجحنا، لأن عندنا الفريق، فريق مكون مثل ما قلت من أكثر من 50 شخص عندهم قدرات هندسية، يعني بنوا المستكشف نفسه، نظروا لكل الأمور العلمية في المستكشف نفسه، موضوع التشغيل بالكامل، موضوع البرمجيات بالكامل كلها هني في الإمارات، وأيضا تعاون دولي مع 10 دول. فالدول هاي وثقت في الفريق في المستكشف، وضعت كاميراتها وأجهزتها العلمية على المستكشف هذا. بالنسبة لنا هذا نجاح، إذا لا سمح الله صار شيء وما وصلنا بنبني الثاني والثالث، لأن عندنا القدرات موجودة في الدولة. سعادة سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، كل الشكر لك وكل التوفيق إن شاء الله. دعواتنا لنجاح هذه المهمة لكم التوفيق إن شاء الله. وبالتأكيد مثل ما تفضل سعادة سالم المري، هي مهمة إنسانية جميعة، ستكون معلوماتها وأهدافها مشاعة للبشرية كاملة. إذن دولة الإمارات على مشارف إنجاز جديد سيضاف إليها، وما تميز وما تحقق هنا هذا القطاع المعرفي المستدام في قطاع الفضاء. عودة إليكم الزملاء.